aucune promesse qui a été faite lors du lancement du projet LPP n'a été respectée, ni le prix qui a été revu à la hausse pour 95 000 dinars le mètre carré. Plus de ça, riba 3%. D'abord, nous sommes en 2019. قالوا لنا عندكم سكنه هذه الصيغه داروا لنا صيغه لحنا يعني الاطارات الجزائريه ب يعني سكن بثمن 45000 دينار للمتر مربع. حنا فرعنا دفعنا الملفات ومن بعد كل ست اشهر كان يجي الوزير هذا تبون يزيدنا يزيد في الثمن بدون اي دليل. يزيد في الثمن حتى لحقوا لنا مليار و50. ما كاينش لا ديفيرونس ما بيننا وبين لا ديال، وعلاش حنا يرجعونا كنا اديال ورجعونا ال بي بي ويديروا لي 1 مليار لوجمون. دوك عاد هو الثمن وزيد هذا علاش نطلبوا المراجعه تاع الثمن؟ خاطرش الناس اللي دات السكنه تاعها شافته مازال تزيد فوق هذه المصاريف كامل نزيدوا واحد 100 مليون باش ترجعوا ابيطابل، ماشي زعما قال تسقموا ولا، فهمت؟ لازم باش ترجعوا قابل السكن.